في إطار خطة الانتشار والتوسع للمصرف التجاري الوطني، افتتحت يوم الثلاثاء بمدينة زوارة أول وكالة للمصرف بحضور ممثلين عن مجلس الإدارة والإدارة العامة في مدينتي طرابلس وبنغازي، بالإضافة لمسؤولين من ديوان المحاسبة الليبي وعدد من قيادات المدينة. من ضمن سياسة المصرف التوسع والانتشار، رأينا أن مدينة زوارة تحتاج إلى أن يكون فيها مقر للمصرف التجاري الوطني وافتتاح فرع يلبي خدمات الزبائن ويلبي احتياجاتهم وتقديم الخدمات الإلكترونية وفتح الحسابات التجارية. فنبارك طبعا لأهالي زوارة هذا افتتاح هذا المرفق الذي سيكون له الأثر الإيجابي للمنطقة. الخدمات المصرفية المنتظر أن تقدمها الوكالة لن تقتصر على مؤسسات القطاع العام أو صرف المرتبات لموظفي القطاع الحكومي، وستكون الأبواب مفتوحة لخدمات الأفراد والقطاع الخاص من استخراج البطاقات الإلكترونية وسداد السكوك. المصرف التجاري الوطني زوارة التي سيتم افتتاحها هذا اليوم بتاريخ 1/1/2019 والتي سوف تقدم الخدمة للمواطنين وهي دعم الاقتصاد الوطني. وكالة زوارة وبحسب المسؤولين لن تكون الأخيرة، حيث تستعد الإدارة لتدشين عدد من الوكالات في مدن عدة لتغطية الخدمات المصرفية للتجار الوطني في ظل منافسة أصبحت واضحة مع القطاع الخاص الذي أقام أكثر من منتدى وملتقى لتطوير العمل المصرفي في الأشهر الأخيرة.